عن الشجاعة وعدم الخوف. أول شيء أنت تخاف من الذئب؟ لا، ما نخاف من كل شيء، أسد، نمر، ذئب، ما نخاف من شيء. صحيح. إيه؟ يعني لو طلع لك مثلا، لو أنت في الصحراء طلع لك مثلا ثعبان تخاف منه؟ أخذه وقطعه. والله ما شاء الله. طيب أسد؟ أسد أمسكه وأقطعه. ما شاء الله، كل الصغيرين يقولون كذا، بس إذا جاء الصدق تغير هالكلام. إذا صعب ما تخاف؟ ما خاف، لا ما خاف. أبدا 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 أبدا. Yeah.